السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين المشاهدين الأعزاء قناة أبو إبراهيم للعقارات بكناس. اليوم سنقترح عليكم عقار من الفئة المتوسطة، تتواجد في منزل تكون بالنسبة لي جوج طوابق. العقار ديال اليوم عقار ممتاز، صالون سيجور جوج الغرف ديال النوم ومطبخ، مساحة إجمالية خمسة وستين متر. إن شاء الله دخلة مباشرة تلقاو الصالون، وهنا عندنا السيجور. هنا كاين وسط الدار، كما لاحظنا أن البصالة جاية تبارك الله جاية مفتوحة واسعة، حتى بالنسبة للكولوار ديالو جي واسع. ممكن هنا يكون سيجور اللي تفرش بالفوتوي، اون فاس يعني يكون صالون، وهنا ممكن الواحد الا بغا يدير شي صالا مونجي طبيله قبل الكوزينه ممكن. المطبخ عندنا هو هذا، مطبخ بمساحه كبيره، برفان نوع غرانيت، لي بلاكار ام دي اف لتحت، من هنا البلاصه ديال البوطه ديال الغاز وماكينه الصابون. ثمن جد مشجع، ثمن ديال هاد العقار فقط تيبقى بالثمن ديال 30 مليون، وكاين عندنا شقق اللي اتمنى قدرنا عليه ابتداء من 27 مليون. ديال الغرفة رقم واحد كما لاحظنا المساحة ديالها كبيرة، الصباغة على الصراحة كاملة بلاتينية، عندك البلاصة ديال التليفون، وعندنا هنا الغرفة رقم جوج إطلالة على الشارع، الناس اللي مهتمين بهاد العقار فقط يكفيهم اتصال بينا باش إن شاء الله نلتقيو معاهم من المكان ونكتشفو هاد العقار مباشرة. الباب ديال الفصيل صورنا الصالون السيجور هنا وسط الدار اللي ممكن يكون صالة مونجي، الغرفة رقم واحد والغرفة رقم جوج غرف بمساحات كبار. هنا لقينا المطبخ، وهنا الحمام. أي استفسار أي معلومة فقط يكفيكم الاتصال بنا. بالنسبة للموقع فحنا سنتواجدو في حي بباساتين بالضبط من القرب من المحطة ديال الطاكسيات. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.